أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دعا الله سبحانه وتعالى ثم قال في آخر دعائه: اللهم تقبل دعائي هذا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، السؤال بالجاه لا يجوز أبدا، ولم يرد به دليل. وإن كان الأنبياء لهم جاه عند الله، لكن لم يشرع لنا السؤال بجاههم. نعم.